أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أعزائي المشاهدين أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في برنامجكم فاسألوا أهل الذكر حلقتنا اليوم إن شاء الله رح يكون عنوانها قيمة العمل في حياتنا وأهمية العمل للعمل اهميه وقيمه كبيره في حياتنا وبالعمل المؤمن يقوم بعماره دنياه واخرته. يقول الله سبحانه وتعالى: "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" ويقول الله سبحانه وتعالى: "فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره". عن اهميه العمل وقيمة العمل في حياتنا يحدثنا عن هذا الموضوع فضيلة المفتي يوسف أبو حسين وهو مفتي مادبة فأهلا وسهلا بكم حياكم الله سيدنا حياك الله وبالمشاهدين الكرام مشاهدين الكرام فاصل قصير كونوا معنا أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا دعوناك فارحم وهيئا حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام واهلا وسهلا بكم في برنامجكم فاسالوا اهل الذكر. كما قلت لكم عنوان حلقتنا عن قيمه العمل في حياتنا، يحدثنا عن هذا الموضوع فضيله شيخنا واستاذنا وحبيبنا الشيخ يوسف ابو حسين مفتي مادبه، فاهلا وسهلا بكم شيخنا. اهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام وحياكم الله حياكم الله يا مرحبا. آه فضيله الشيخ لا شك انه العمل له قيمه كبيره في ديننا الاسلامي ولقد اهتم الاسلام بالعمل وجاءت احاديث وآيات كثيره تحث على العمل، لو تحدثنا عن اهميه العمل وقيمه العمل في ديننا الحنيف، تفضل سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، <applause> الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي كرم الانسان ايما تكريم ورفع من منزلته واعلى من شأنه، ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأخيار الغر الميامين ومن سار على نهج بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذا الكون وكان الهدف من وجودنا في هذه الحياة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومن مقتضيات هذه العبودية العبودية بمعنى العبادة بالمعنى الشعائر العبادة الخاصة من صلاة وصيام وزكاة وحج وكذلك العبادة بالمفهوم الشامل وهي الاستخلاف في الأرض وعمارة الكون قال الله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور فالله سبحانه وتعالى طلب منا أن نعمل وأن نعمر هذا الكون وطلب منا أن نكون إيجابيين في هذا الكون وأن ننسجم مع هذا الكون و آه كذلك حارب الاسلام الخمول والكسل ودعا الى العمل والجد والاجتهاد والانتاج ولذلك نجد ان انبياء الله سبحانه وتعالى آه كلهم آه قد آه عم عم عملوا ومارسوا العمل آه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي الا وراء الغنم وقد كان سيدنا ادريس خياطا وسيدنا داود حدادا وسيدنا نوح نجارا وكذلك بقية الأنبياء بين مزارع ومن رعى الغنم إلى غير ذلك دل ذلك على أن العمل عبادة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أول المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن الإنسان عندما يسعى ويكد ويجتهد في هذا الكون قال عليه الصلاة والسلام من بات كالا من عمل يديه بات مغفورا له وقال عليه الصلاة والسلام السعي على رزق عياله كالمجاهد في سبيل الله ولما سئل عن عن اي درهم من افضل درهم تنفقه في سبيل الله ودرهم تنفقه على عيالك فقال درهم تنفقه على عيالك فبالتالي الاسلام طلب منا العمل وحثنا على العمل والكسب الحلال وبين لنا ان الانسان عليه ان يسلك مسالك العمل الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى ضمن ضوابط الشريعه الاسلاميه ولذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى قد استعمرنا في هذه الارض واستخلفنا فيها وطلب منا ان نكون من عمارها بما ينسجم مع اوامر الله سبحانه وتعالى ونهيه فلما قال هو الذي جعل لكم الارض ذلولا اي الله سبحانه وتعالى ذلل ما في هذا الكون لهذا الانسان تكريما له وإظهارا لمحاسنه على سائر خلق الله سبحانه وتعالى وبالتالي العمل في الإسلام عبادة على الإنسان أن يصوب نيته في العمل وأن يجعل نيته خالصة لله سبحانه وتعالى وبالتالي لما النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل يسأل الناس قال أن يعني يأخذ قدوما فيحتطب فيبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه نعم فبالتالي الإسلام لا لا يريد من المسلم أن يكون سلبياً في هذا الكون بل يكون إيجابياً نعم منتجاً نعم. طيب فضيلتك يعني تحدثت عن الأنبياء عليهم السلام. عليه السلام سيدنا آدم يعني كان قد امتهن الزراعة. نعم سيدنا نوح عليه السلام كان نجاراً. نعم سيدنا داود كان حداداً. نعم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان تاجراً. نعم سيدنا عيسى عليه السلام كان طبيباً, طبيبا, طبيبا, طبيبا نعم يتعلم الطب. عليهم السلام جميعا أهمية تعلم المهن نعم خاصة اليوم أغلبية شبابنا اليوم يعني يركضون وراء الوظيفة الآن نعم الوظائف كما تعلم باتت شحيحة نعم وفرصة الوظيفة باتت شحيحة الآن أهمية تعليم أبنائنا وتعليم شبابنا على المهن خاصة في المدارس وفي الجامعات آه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله, رضي الله عنه, تعالى عنه قال يعجبنا الرجل نعم يعجبه قامة هذا الرجل وشكله ومظهره، قال يعجبني الرجل فأسأله ألك من حرفة؟ أي أنك محترف حرفة من الحرف مهنة من فيقول لا، قال فيسقط من عيني. الله سبحانه وتعالى جعل الناس متفاوتون في أعمالهم والله عز وجل قال ورفعنا بعضكم أو بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. نعم آه تصور أن الناس جميعا في مستوى واحد من التعليم أو على درجة واحدة من العلم. فانه يتعذر اعمار هذا الكون. فهذا التفاوت بين الخلق في قدراتهم وفي اختصاصاتهم وفي توجهاتهم وفي مهنهم واعمالهم هذا الاختلاف هو السبب والسر في اعمار الكون. لو كان الناس كلهم اطباء من الذي سيزرع لهم؟ ولو كانوا كلهم معلمون من الذي يطببهم؟ ولو كانوا كلهم وزراء فمن الذي يعني يعالج هذا الوزير ولو كان هذا فلذلك كلنا يحتاج الى الاخر نعم. الله سخرنا لبعضنا البعض المعلم بحاجه الى الطبيب، الطبيب بحاجة, بحاجه الى المعلم، الطبيب بحاجه الى المزارع، المزارع بحاجه الى من يعالجه، فترى فتجد ان هذا التشكل وهذا التنوع وهذا الاختلاف في طبيعه العمل هو سر من اسرار الله عز وجل حتى يعمر الكون، فلو كان الناس على درجه واحده من العلم وفي مستوى واحد من التعليم وكذلك كانوا اصحاب مهنه واحده لتعذر مم. قيام واعمار هذا الكون. فهذه الايه الكريمه فيها من الاعجاز يعني العلمي ان الله سخرنا لبعضنا البعض فلا يستغني احد من البشر عن الاخر نعم من هنا نعم. جاء هذا التنوع نعم. نعم فضيلتك يعني كما تعلم انه يعني يحصل خلاف ما بين الازواج نعم. في بعض الحالات على مساله عمل المراه نعم الزوج لا يريدها ان تعمل نعم والزوجه تريد العمل نعم او ان الزوج يريد اجبار زوجته على العمل نعم ما النصيحة التي نوجهها لمثل هؤلاء الأزواج الذين يختلفون على عمل المرأة نعم. أو إجبار المرأة على العمل سنتحدث عن أمرين الأمر نعم. الأول القانون قانون الأحوال الشخصية نعم. آه الذي نص على أن الرجل إن تزوج بامرأة عاملة ورضي ذلك ولم يشترط عليها ترك العمل في عقد الزواج جميل آه ليس من له الحق في منعها من العمل نعم. وأيضا آه كذلك المرأة لو اشترطت على زوجها في عقد الزواج ألا يمنعها من العمل فليس له الحق في منعها من العمل وإلا ترفع أمرها إلى القضاء هذا من الناحية القانونية أما من الناحية الشرعية فنقول أن المرأة عليها ألا تخرج إلى العمل إلا بإذن الزوج آه والنبي عليه الصلاة والسلام آه قال إن من خرج دون آه يعني آه إذن زوجها نعم. لعنتها الملائكة حين تخرج حتى تعود أو, أو حتى ترجع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المقصود من ذلك ان عمل المراه له ضوابط في الشريعه الاسلاميه فان كان هذا العمل ليس فيه فتنه ويتناسب مع طبيعه المراه لان الله عز وجل قال وليس الذكر كالانثى نعم. فسبحان الله في سيولوجية المراه وجسمها يختلف عن الرجل فقدرات نعم. الرجل مثلا في الاعمال الشاقه يتعذر على المراه ان تعمل هذا العمل فبالتالي يجب ان يكون اول شيء العمل مناسب للمراه أن تكون طبعا ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية أن تخرج بحشمة وبلباس أن لا يكون هناك اختلاط وخطوة وخلوة بين أهل الموظفين والعمال أن يخلو هذا العمل مما حرم الله سبحانه وتعالى يكون عملا حلالا وكسبا حلالا فإذا توفرت هذه الضوابط والشروط في العمل فليس يعني من الإحسان أن يمنع الرجل زوجته من العمل فالمرأة إذا خرجت للعمل وأمنت الفتنة ولا تخشى على عرضها أو على نفسها عندئذ لو عملت في مجال مثلاً كطب الطب المرأة الطبيبة النساء بحاجة إلى طبيبة وبناتنا بحاجة إلى من يعلمهن فبحاجة إلى المعلمة وغير ذلك من المهن التي تناسب المرأة الأصل وظيفة المرأة أعظم من ذلك وهي, وهي تربية النشر الأبناء والجيل هذه الأم الأبناء هذه الأم الأم مدرسة إذا أعددت أعددت جيلا طيب العراقي كما قال شوقي الأم هي هي المؤسس للمجتمع جلد. الأم هي يا فضيلتك هي أمي الذي بها إن بررتها دخلت الجنة هذه الأم هي أختي إن وصلتها أدخلني الله عز وجل كذلك يعني ما تريد إيصاله البنت يعني. من كان له بنتان فعلمهما وأحسنت وأدبهما وأحسنت وكانتا له سترا من النار جلد. قالوا واحد يا رسول قالوا واحد المقصود من ذلك أن من باب الإحسان بين الزوجين أن لا يمنع الرجل زوجته من العمل إن كان هذا العمل يتوافق وينسجم مع ضوابط الشريعة الإسلامية جميل وألا يؤثر على تربية الأبناء أبناء. نعم وأن لا يؤثر على حياة الزوج نعم إن كان الزوج موسرا وبغنى عن عمل المرأة ورأى أن نعم. أراد لزوجته أن تكون مستريحة ويوفر لها كل ما ما هو أمكن بإمكان نعم. الزوجين أن يتفقا على ذلك جميل بالإحسان بالإحسان وتغفن أحسن وتغفن إلى الناس تستعبد قلوبهم وفطال ما استعبد الإنسان إحسانه، ما أحوجنا إلى الإحسان في كل حياتنا نعم أحوج إحسان الرجل إلى زوجته والزوجة إلى زوجها والأبناء إلى والديهم وكذلك الأبناء الآباء لأبنائهم، فدرجة الإحسان قال يعني العلماء أنه أعلى درجات الرقي والقانون هو يعني أعلى درجات الأخلاق نعم نعم سيدي يعني مثل ما تفضلت القانون عالج هذه المساله نعم ومن ناحيه شرعيه يجوز للمراه أن, تعمل نعم لكن افضل عمل واشرف عمل اللي هي تربيه تربية النشأ لو كل النساء الان عاملات من نعم يربي ابنائنا اليوم واستذكر <applause> من سيربي الابناء واستذكر قصه نعم اسماء بنت يزيد الانصاريه نعم رضي الله عنها رضي الله تعالى جاءت عنها الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله انا وافده النساء اليك صلى الله عليه وسلم يعني الله. نائبه في برلمان النبي عليه الصلاه والسلام نعم يعني اخذت اراء النساء وخرجت بهذا الراي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله بابي انت وامي فضلتم علينا بالجمع والجماعات والحج والعمره والجهاد في سبيل الله، وان خرجتم الى ذلك تركتم اولادكم فرعيناهم وتركتم اموالكم فحفظناها وتركتمونا فحفظنا اعراضكم فهل لنا من اجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم <applause> لأصحابه <applause> أسمعتم أسمعتم مقالة أحسن من هذا قالوا لا والله يا رسول الله انظر إلى إلى احترام الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة وإلى قول هذه المرأة ثم قال لها يا أسماء قولي لمن خلفك من النساء يعني بلغي هذه الرسالة للنساء إن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله يعدل <applause> ذلك كله فهنيئا للمرأة الطائعة لزوجها المطيعة لربها المحسنة لزوجها المربية لأبنائها تنال هذه الأجور العظيمة نعم. فتصحح النية المرأة وتنوي بتربيتها لأبنائها وبخدمة زوجها وأبنائها تنوي بذلك وجه الله عز وجل نعم. ويعني ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر سيرة الأنبياء قالوا أصلحنا له زوجه فدائما المسلم يدعو بهذا الدعاء اللهم أصلح الحال والبال والنيات والأعمال والأزواج نعم. والذريات والعيال فإن صلحوا صلحت الحياة نعم. فالمرأة عملها الأساسي التربية جميل. وإعداد الجيل فهنيئاً للمراه التي تعد الرجال الذين يدافعون اوطانهم ويحمون دينهم ويحمون مجتمعهم ويحافظون على امن بلادهم هنيئا لمن لهذه الام نعم سيدي لو يعني اردنا التحدث عن عن اردنا التحدث عن حقوق العمال لطال الامر لكن نعم اود يعني ان اسال فضيلتك انه البعض يعني من اصحاب العمل يقومون بطرد العمال لديهم دون سبب يعني خلينا نحكي مقنع لغير سبب والبعض قد يستغل العامل او نعم ياخذ اجرته او ياكل حقه او ياخذ حقه نعم من ناحيه قانونيه من ناحيه يعني شرعيه نعم بغض النظر عن الاسلوب او الطريقه نعم ما التوجيه نقول لاخواننا ان النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم عليه حذر ورتب وعيدا لمن أكل حق العامل جميل. النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه وقال صلى الله عليه وسلم سلام ثلاثة سلام. أنا خصمهم يوم القيامة مين اللي خصم رسول الله صلى, الله عليه وسلم ثلاثة وخسر. أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر والشهد الثاني ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجره الله أكبر سلام. هذا الإنسان اللي عمل عندك عملا ثم بعد أن أنهى العمل تقول مع السلام أنت ما إلك عندي أجرة تأكل حقه وتأكل عرق جبينه فهذا ليس له إلا الله عز وجل يدعو الله حسبي الله ونعم الوكيل فكيف تتلقى ذلك من الله عز وجل يوم القيامة وخصمك رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم أنا من ناحية الله. الدين والديانة القانون ممكن أن لا يكون هناك دليل نعم. فيعجز هذا العامل عن يعني اخذ حقه سيدي فلوس اللي يرفع محامي نعم ودعوة. لكن لكن نقول يا اخوان نعم. احيانا في قاعده فقهيه تقول ان حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا نعم آه فالرسول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم لما عليه وسلم. جاءه الخصم آه فسمع صوتا فقال ربما يكون احدكم الحن بحجته من الاخر فاقضي له فاذا قضيت له بغير حق فانما اقضي له بقطعه من النار فليأخذها أو ليدعها لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق الا اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه، هذا حديث عظيم في باب اكل اموال الناس وفي باب اكل اموال الايتام وفي باب اكل المواريث وفي باب ايضا اكل اجره العامل. يعني هذا حديث عظيم جدا قال الا اوجب الله له النار وحرم عليه الا اوجب الله النار وحرم عليه الجنه. فالوعيد شديد لمن قالوا يا رسول الله ان كان شيئا يسيرا يعني حاجه بسيطه خمس دنانير عشر دنانير قالوا ان كان قضيبا من اراك فانا دائما ادعو الى انك اذا تعاملت مع الله فالله يتعامل معك بالمسامحه والاحسان جميل. لكن حق الله مبني على المسامحه وحق العباد مبني على المشاحه والمطالبه فاياك ان تاكل حقا لعامل واياك ان تاكل مالا بغير حق ولا تأكلوا يعني. أموالكم بينكم بالباطل، فعندما يعني. تأتي بالعامل وتستأجر هذا الأجير ثم تستوفي من العمل ولا تعطيه أجره، إنما أنت إنما أنت أكلت مال هذا الإنسان وحق هذا المال يعني. فليترتب عليك هذا الوعيد الذي بينه النبي صلى, صلى الله عليه وسلم وجاءت على به سلام. الآيات إذا من الكبائر نعم إذا من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب وخصمه يوم القيامة نعم ثلاثة نعم خصمهم يوم القيامة نسأل الله عز وجل العفو والعافي. سيدنا بعض يعني العمال يقول انا راتبي قليل نعم فانا اعمل بمقدار هذا الراتب نعم يعني بعض الموظفين آه يقول انا راتبي مثلا 300 دينار فانا اعمل على مقدار هذا العمل فيقصر في عمله ولا يتقن عمله نعم ولا يخلص بعمله نعم بحجه انه راتبه قليل اعطوني راتب زياده انا احسن العمل واتقن نعم العمل هذا يا سيدي من تبس نعم ابليس نعم نعم اذ ان المسلمون عند شروطهم كما قال النبي صلى الله, عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وانت كموظف انت لم تجبر على هذه الوظيفه العقد شريعه المتعقدين والعقد شريعه المتعاقدين والله عز وجل قالوا اوفوا بالعقود نعم فانا قد يعني اشترطت عليك ان تعمل في مجال كذا ولك راتب كذا وانت قبلت وانا قبلت بالعمل فعليك ان تتقن العمل ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه وعلى فكرة هذه ليس إتقان العمل من باب الندب بل من باب الوجوب حتى يفهم السامع أن ما أحبه الله هنا أشد ما يحب الله الاتيان بالواجب والفريضة فإتقان العمل هو واجب على العامل كما له الحق في الأجر عليه أيضا أن يقوم بالعمل لكن هذا العمل يجب أن يتناسب مع قدراته الرسول عليه الصلاه <applause> والسلام له حديث جميل شيخنا نعم. يعني عندما قال اخوانكم خولكم اطعموهم مما تاكلون والبسوهم مما تلبسون واذا كلفتمهم فلا تكلفوهم ما لا يطيقون فان كلفتمهم فاعينوهم ممكن انا اجيب عامل يرفع معي مكيف نعم. طيب هذا العامل الواحد لا يستطيع ان يرفعه فاذا كلفته بمثل هذا العمل فالارفع معه واعينه نعم. على ذلك فالمقصود من ذلك ان العامل يجب ان لا يكلف فوق طاقته كما انه لا يجب ان يقصر في من ضمن طاقته انت لا تاخذ اجرتك مقابل العمل انت محبوس في وقتك لي لأداء هذا العمل وهذه الإشكالية اللي تقع في أذهان والشبهة تقع في أذهان كثير من الموظفين وبعض إخوانا في يعني في المدارس أو في المراكز الطبية يقول لك أنا زميلي يسد عني نعم. وأنا يعني بدي أروح جزء من وقتي يا أخي أنت تأخذ راتبك مقابل حبس الوقت حتى نعم. لو أنت طبيب وما جاك ولا مريض أو أنت معلم وما كان عندك ولا طالب أنت تأخذ أجرتك مقابل حبس الوقت فضيلتك إذا بتسمح لنا يعني فاصل إن شاء الله مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود اليكم فابقوا معنا حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام واهلا وسهلا بكم ما زلنا نتحدث عن قيمه العمل واهميه العمل في الاسلام مع فضيله الشيخ يوسف ابو حسين فضيله الشيخ مساله الهدايا للعمال هل يجوز للموظف اخذ هديه من المراجعين الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله, 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 الله وعلى اله وصحبه اجمعين الرسول صلى الله, صلى الله عليه وسلم, الله. وسلم قال من رزقناه منا رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول المعلم يأخذ راتبا والطبيب يأخذ راتب والمفتي يأخذ راتب وكل موظف في هذه الدولة يأخذ راتبا فالراتب هذا الذي يأخذه هو مقابل العمل الذي يقوم به ما. والعمل الذي يقوم به ويخدم به الناس هذا واجب عليه وليس من حقه أن يأخذ زيادة على ذلك شيء وأحيانا إبليس يفتح باب كلمة الهدايا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول بعض الناس ياتيك بالرشوه ويقول تهادوا تحابوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نقول ان الهديه التي تعطى لهذا الموظف يراد منها غير ذلك والطالب الذي يعطي المعلم يراد منه غير ذلك وكذلك في كل مهنه من المهن وكل وظيفه من الوظائف فبالتالي نقول ان هذه شبهه حرام ولربما ادت الى ظلم ومظلمه بين الناس وأن هذا المال ليس من حقك أن تأخذه لا. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما بعث العامل لأخذ الزكاة أهل اليمن فأهل اليمن أكرموه وهم كرماء فقالوا هذا زكاة أموالنا لبيت مال المسلمين وهذه الهدايا لك لأنك رسول رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم فلما عاد هذا العامل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن نية وبأمانة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يا رسول الله لكم اي لبيت مال المسلمين وهذا اهدي الي فكان رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الناس وقال عليه الصلاه والسلام ما لي ابعث العامل فيعطيه الناس يعني يعطوه حق الزكاه فيقول هذا لكم وهذا اهدي الي هل لا قعد في بيت ابيه وامه اتته هذه الهدايا نعم أنت لولا أنك في شركة الكهرباء أو في مثلاً معلم في مدرسة أو مفتي في دائرة الإفتاء لازم نتكلم عن أنفسنا نعم أو في أو كنت في أي وظيفة من الوظائف أو نعم طبيب, نعم طبيب نعم لولا أنك في هذا المكان ما جاءتك هذه الهدايا نعم فبالتالي هذه ليست من حقك نعم سيدي يعني الهدايا الهدايا البعض يظن أنها يعني فقط قضية يعني عينية نعم قد تكون الهدايا لها صور ثانية عدة صور لها عدة صور مثلا نعم. ممكن إنه يوظف ابنه، نعم. على أحيانا ثاني. كذلك أو عزومة نعم. أو يعني إنه الهدايا المقصود فيها نعم. كل شيء كل, كل منفعة. منفعة كل منفعة كل نعم. منفعة جاءت بسبب الوظيفة لهذا نعم. الموظف بخارج ما رزق من رزق غير وما أعد نعم. له من راتب نعم. هذا يعتبر غلول نعم هدايا العمال يغلون، نعم الله عز وجل قال: ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه. نعم نعم وقال ستسأل عن خيط المخ حتى نعم القلم. وسيدي بسموها حتى يعني الخيط بسموها ضيافه، بسموها كذا، بس هي رشوه مش هي رشوة مش من حقي انك تضيفني، نعم نعم هذا انا ضيف نفسي انا اللي راتب، نعم اشتري من راتبي. احيانا قد ياتيك بقلم تقول له يا اخي هذا القلم مش لي مفتي نعم انما هذا لدائره الافتاء، جزاك نعم الله خيرا. نعم. ان كان ولا بد يعني يعني هديه بسيطه حبه بسيطة حلو ولا اخذها طيب انما نعم اضعها نعم حتى لو حبه حلو اعطيها المراسل نعم حتى لا يقع في نفس من اعطى هذه الهديه شيئا يقع في نفسه نعم انه والله دائما النفوس تميل آه لمن يحسن اليها جبلت الرسول صلى الله عليه وسلم قال جبلت النفوس نعم على حب من احسن اليها فالهديه هي احسان طيب وتجلب المحبه فبالتالي يجب على الموظف ان يكون حذرا نعم فلا ياخذ شيئا من هذه الاموال البعض سيدي بيجيب شهادات خبره نعم. حتى يعني ياخذ درجه في الوظيفه او يترقى نعم. على يعني هذه الوظيفه نعم. او حتى يحصل على وظيفه معينه نعم. او على يعني حتى يذهب الى الخليج وياتي بشهاده مزوره وهو لم يعمل هذا العمل نعم توجيه من نعم. فضيلتك سيدي الشهاده المزوره هي شهاده زور بصوره ورقيه مكتوبه نعم ويترتب عليها كذلك أمال ويترتب عليها وظيفه ويترتب عليها حرام درجه نعم ويترتب عليها ضرر للمجتمع نعم واخذ حق الغير نعم فانت عندما تاتي بشهاده خبره مزوره وتتعين في اي باب من الابواب اول شيء هذه الشهاده المكذوبه ستكتب شهادتهم ويسألون هي سبب في وظيفتك او سبب في ترقيتك فانت اخذت امتيازات ليست من حقك ومال ليس من حقك فهذا دخل في الحرام من وجوه عدة نعم. اول شيء ان هذا تزوير وحرام، والثاني انه قد ترتب عليه نفع مادي او او زياده في الدرجه او زياده في الراتب او تعيين قد يكون هذا من حق شخص اخر، لكن لما اتيت بشهاده الخبره تقدمت نقاطك ودرجاتك على هذا الانسان اللي تخرج معك نعم. فاخذت وظيفه غيرك ربما يكون هو امهر نعم. وربما يكون هو الاحق، وهذه كمان في ابواب اخرى يا سيدي يعني علمناها من خلال دارة الافتاء ومن الاسئله، احيانا الانسان يسكن في منطقه عمّان وما في وظيفه معينه، في يعني يذهب الى محافظه اخرى ويستاجر صوريا بيت ويقدم دول الخدمه المدنيه او للجهه المسؤوله انني اعيش في هذه المحافظه، حتى وياخذ وظيفه. فهو اخذ حق الغير يعني ثم ينتقل نعم. الى المحافظه التي يعني يسكنها حقيقه. نقول للناس فلنتقي الله عز وجل. نعم. كل انسان له في هذا في هذا الوطن حق. وا مثل ما قلت ان الوظائف شحيحه في بدايه الحلقه نعم فنحن نعمل ولا ننتظر وظيفه طيب فان اتت هذه الوظيفه بحق فلتكن اما ان انا ابادر الى فعل ما لا يجوز حتى احصل على شيء ليس من حقي فهذا يدخل فيه شبهات العرام واكل اموال الناس بالباطل سيدي الاسبوع الماضي كان في عندنا عيد العمال او نعم يعني يوم يوم العمال, العمال نعم نعم مساله تسمية عيد العمال في اشكاليه لانه في بعض ناس بتعرف سيدي بقول لك احنا عندنا عيد الفطر وعيد الاضحى منين جبتوا عيد العمال هو <applause> هو يشتبه كيف نرد على يعني على هو احنا نرد على اخواننا يعني نعم ان ان هذه ترى شبهه تطرح نعم آه نحن نقول ان الاعياد في اعياد المسلمين عيدين عيد نعم الفطر وعيد الاضحى لكن كلمه عيد وردت في القرآن الكريم في غير كلمة العيد ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرا وآية منك العيد سمي عيدا لأنه يعاد ويتكرر فلو قلنا يوم العمال أو عيد العمال ما الحرج في ذلك نحن لا مم. نشرع عباده معينه في هذا اليوم، احنا ما قلنا نصوم يوم آه يوم عيد العمال نعم. ولا قلنا ان هناك صلاه معينه في يوم في يوم نعم. عيد العمال ولا هناك دعاء مخصوص في احنا قلنا ان هذا يوم للعمال او عيد للعمال فليفرح العمال في يوم بالسنه يعطلوا يبسطوا يشعروا بان الوطن يكافئهم، الام لما نقول والله يوم نعم. الام او عيد الام ما المانع في هذه التسميه؟ لا مشاحه نعم. في الاصطلاح نعم. فكلمه عيد لا تعني ان شرعنا شيء جديد احنا في الاسلام معروف الاعياد الدينيه اللي فيها اجر وفيها صلاه عيد وفيها هي عيد الاضحى وعيد الفطر يعني ليس المقصود ليس عيد. المقصود بكلمه عيد يا سيدي تشريع نعم. عيد ايوه الشرعي انما هو الشرع. ما يعود ويتكرر ولما نعم. ربنا سبحانه وتعالى آه ذكر في في سوره المائده ربنا انزل علينا مائده من السماء نعم. تكون لنا عيدا نفرح بها نجتمع جميل. عليها فما المانع ان نجتمع في يوم نفرح امنا إذا أو أو نجتمع في مولد حبيبنا صلى الله عليه وسلم في يوم مولده عليه الصلاه والسلام ما المانع انه إن نجعل اليوم نظهر فيه فرحنا للوطن، نظهر فيه فرحنا لأبنائنا ما في إشكاليه ما في إشكاليه ولا طيب. مشاحه في هذا في هذا اللفظ شيخنا في عندنا إحنا فقره عن السوشيال ميديا نعم. إذا إن شاء الله نسألك بعض الأسئله بسم الله <applause> سيدنا هذه الفقره يعني فتاوى قصيره ويعني اسئله السوشيال ميديا اول سؤال ما حكم امامه الصبي المميز في الصلاه يحب يصلي بوالده مع والدته مع اخواته اولا اولا امامه الصبي المميز الذي يجيد قراءه الفاتحه ويعرف الصلاه وأحكامها وشروطها جائز نعم فلو اما الصبي المميز صحه الصلاه ان كان جنة. اقدر من غيره كذلك على على قراءه نعم. الفاتحه واجاده الصلاه فليكن نعم. نعم هو الأولى البالغ نعم الا اذا كان هذا الصبي يحفظ القران الكريم او يجيد الفاتحه وغيره لا يجيد او كان جميل. آه هذا الصبي مع آه مع امي او ضرير او نحو ذلك فالافضل ان أتبصر. لكن نعم. طيب السؤال الثاني يقرأ. سيدي تفضل السؤال الثاني ما حكم الغناء كلمه الغناء يا سيدي قد يكون منها ما هو مباح ومنها ما هو آه حرام نعم. آه، الغناء آه، قد يكون آه، يعني نشيدا او كلاما طيبا او مديحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. او ثناء على الله او آه، فرحا بعاد الوطن فهذا جائز غناء نعم. لكن احنا نحرم مثلا المو... آه، الغناء الماجن او المثير للشهوات آه، او فيه شبهات او فيه ما يخالف الشرع او يكون هذا الغناء احيانا مصحوبا بالموسيقى آه، الصاخبه المثيره نعم نقول ان هذا لا يجوز جميل ما حكم الجهر بالبسمله في الصلاه وما حكم التلفظ بالنيه في الصلاه اولا البسمله في الفاتحه ركن اذ آه انها ايه من ايات الفاتحه وقراءه الفاتحه ركن من اركان الصلاه فلا تصح الصلاه الا بالبسمله آه بالنسبه للفاتحه اما البسمله في السور الاخرى فهي سنه نعم. آه حكم التلفظ بالنيه في الصلاه يجوز التلفظ بالنيه لكن آه النيه يجب ان تصحب تكبيره الاحرام فاثناء نعم. ما يقول المسلم الله اكبر ينوي فرض الظهر مثلا اربع ركعات نعم. فرض الظهر نعم جميل كم تقدر كفاره اليمين؟ هذا سؤال يعني كثيرا. كفاره اليمين اطعام عشره مساكين من اوسط نعم ما وقد قدرت الان بالقيمه عشرة دنانير لو اعطاها الانسان لفقير واحد او لعائله نعم فقيره جاز ذلك الله تعالى, نعم تعالى نعم. فضيله شيخنا الشيخ يوسف ابو حسين جزاك الله كل خير على كلامك الطيب بارك الله فيك إن شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. مشاهدينا الكرام علينا بالجدي والاجتهاد والعمل لعماره الدنيا وعماره الاخره الامه التي تعمل وتاكل مما تزرع وتلبس مما تصنع هي امه قويه لذلك علينا بالعمل حتى نكون امه قويه كما اراد الله واراد الرسول صلى الله عليه وسلم على امل اللقاء بكم في حلقه قادمه استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته